وجه آخر مغاير للمباراة. غربي كرة مرفوعة رأس يتمان والهدف الأول. رأس يتمان والهدف الأول لدفاع تاجنات من كرة ثابتة. اللاعب نفسه دون مضايقة يتمكن من فتح مجال التهديف، وفرحة هستيرية لعناصر فريق دفاع تاجنات ولأنصار دفاع تاجنات. هذا الهدف الذي جاء بعد معاناة كبيرة. نشوف الإعادة مرة أخرى، كرة ثابتة من اللاعب البديل دمان حمزة، هو الذي وقع الهدف الأول لحد الآن برأسية بعد خطأ في المراقبة في وسط دفاع فريق شباب قسنطينة. حمزة يتمكن من مباغتة الحارس محمد سيدريك ويوقع الهدف الأول، أول خطأ في المراقبة من دفاع شباب قسنطينة يتلقى على إثره الهدف الأول من رأسية من دمان حمزة. يعني هذا هو القوة لحد الآن منذ الشوط الأول. يعني سبق وأشرت لك الأخ بوساكر أنه فريق دفاع تاجنات خطير في تنفيذ المخالفات اللي تجي في ظهر اللاعبين. نعم لأنه نزع القميص. شوف الإعادة هنا، شوف رشيد. نعم. هذا هو الخطر الكبير، يعني خلف المدافعين وحده ولا واحد أمامه بالضبط. يعني يتسرب، يجي يأتي من الخلف، ينطلق على غفلة من اللاعبين اللي ما يتبعوش، وبالتالي يعني كاد في الشوط